إجراءات صارمة ضمن جهود مكافحة الفيروس في لبنان، من بينها إغلاق الحدود البرية والجوية، مما دفع بالمرشدة السياحية المحبة الرياضة نداء حمزة إلى اصطحاب مجموعة من المتنزهين اللبنانيين في مغامرة عبر مناطق مجهولة في بلادهم. المرشدة السياحية نداء حمزة البالغة من العمر 24 عاماً ترى في أزمة فيروس كورونا جانباً إيجابياً، حيث أصبحت الطبيعة أكثر قدراً من ذي قبل. إنه هو حلو مش حلو قصة الكورونا، بس البوزيتيف من هيدا الشيء هو إنه العالم صارت تقدر أكثر الطبيعة، تعرف قيمة الطبيعة أكثر، إنه كمان هلأ لأنه بتعرف ما قادرين يسافروا، مثلا المطار مسكر، الوضع الاقتصادي شوي، يعني حتى اللي كان قادر يسافر هلا ما قادر يسافر. سو في اشياء كثير نكتشفها بلبنان يمكن كثير كوست قليل قليل قليل، اللي هو ماشي يمكن اوقات، وفيك تكون كثير مبسوط وتقضي نهارك كلياته وما تعتبره روتين، ما تعتبر حالك عم تعمل شيء بزهق. 30 مشاركاً كانوا برفقة نداء في رحلة استغرقت يومين، تعرفوا من خلالها على بعض أوجه الجمال الخفي في بلادهم. هذا المطرح اللي معي أول مرة بيجن عليه كلياتهم، مع أنه ثلاثة أرباعهم من الجنوب، بس هيدا الشيء الحلو اللي صار، أنه ما حدا جاي على هذا المطرح قبل، ما حدا مكتشف هيدا القلعة، ما حدا نازل على هيدا النهر اللي هلأ حنحنا ننزل عليه. نداء أوضحت مدى سعادة الزوار بتلك الأماكن التي تعود تاريخها لقرون طويلة، موضحة أنها مناطق لم تطأها أقدام البشر من قبل. من المحلات اللي عمرها من آلاف السنين قبل ما نحن نخلق، قبل ما جنودنا يخلقوا. هلا اليوم نحن جينا لهون أول مرة، اكتشفت إنه ما بعد ما كتير مدقورة من البشر، بعضهم ما كتير لوثوها، بعضهم ما كتير حطوا البصمة تعولتهم فيها لهيدا المطرح. نتمنى انه تضلها هيك، حتى لو اجى علي عالم ما يتركوا شيء وراهم، ما يلوثوا لهيدا المطرح، لا تضلها هيك. أزمة مالية خانقة تعصف بلبنان تمثل أكبر تهديد لاستقراره، كما أن مطار بيروت ما زال مغلقاً بسبب إجراءات العزل العام لمنع تفشي فيروس كورونا، ومن المتوقع إعادة فتحه في أول يوليو تموز، لكن الحركة الجوية ستعود بنسبة مقدارها 10% من الطاقة التي كانت تعمل بها قبل عام. حنوصل لتحت وبعدين حناخد البريك تحت. أوكي، يلا.